كل عام وأنتم بألف خير مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم إلى أولى حلقات كشك الصحافة لهذا العام. وفيها مواقع إخبارية تصف عام 2016 بأنه العام الأسوأ في حياة اليمنيين. أساتذة جامعة صنعاء في رسالة إلى طلابهم: لا نحن ولا أنتم قادرون على الوصول إلى قاعات الدراسة. صحيفة عربية تقول إن حكومة الإنقلابيين مهددة بانتفاضة الموظفين. نبدأ مشاهدينا من موقع يمن مونيتور، والذي وصف في صفحته الرئيسية العام 2016 بأنه الأسوأ إنسانيا في اليمن. وقال الموقع: بانتهاء العام تكون البلاد قد ودعت واحدا من أعوامها الأكثر سوادا، فيما تلج الحرب الأشهر الأولى من سنتها الثالثة. يضيف الموقع: منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء تدهور الوضع الإنساني ليصل إلى شفير الهاوية بسبب الحرب والصراع الداخلي الذي وصلت نيرانه إلى كل المدن والقرى في عموم البلاد، ما ينذر بكارثة إنسانية قد لا يستطيع أحد إيقاف عجلتها مستقبلا. وقال الموقع: إن من بين الانهيارات التي جعلت العام يوصف بالأسوأ ما حدث للقطاع الصحي، حيث أغلقت العديد من المستشفيات أبوابها بسبب نقص الكادر، انعدام الأدوية، وتفشت الأمراض والأوبئة، وتصدرت الكوليرا والحصبة قائمة الأمراض الأكثر انتشارا في اليمن. من جانبه علق موقع عدن تايم حول حصيلة العام 2016 قائلا: إن من أهم أحداثه محافظة لحج عادت إلى كنف الدولة المفقودة منذ سنوات. وقال الموقع: عام مر على محافظة لحج بعد حرب طاحنة تعرضت فيها للدمار الكبير في البنية التحتية، وباتت أكثر محافظة منكوبة فضلا عن سنوات طويلة من الحرمان والدمار والتهميش. لم يمر عام 2016 على محافظة لحج كسابقيه من الأعوام، فقد شهدت المحافظة خلاله تحولات جوهرية أعادت الحياة وأنعشت أمال سكانها بعودة الاستقرار المفقود، وخصوصا مع التقدم الأمني الكبير والانتصار على الجماعات الإرهابية. لقد مر العام رغم أنه كان من أصعب السنوات، إلى أن نصفه الثاني كان من أفضل الفترات على الإطلاق، حيث لم تشهد لحج استقرارا أمنيا في تاريخها كما شهدته في النصف الثاني من عام 2016 عقب التخلص من الجماعات الإرهابية والتخريبية. بدأت الكوارث تحيط باليمن، وفقا للكاتب حسن عبد الوارث، وذلك بانهيار سد مأرب وتفرقت أيديهم، وقال في مقاله المنشور في العربي الجديد: بدأ العد التنازلي لسيرة السعادة ومسيرة الرخاء والسخاء والازدهار. يومها بدأ اليمانيون يعرفون دروبا جديدة لم يألفوها. الهجرة والاغتراب والفقر والحرمان والتخلف والتقهقر على كل صعيد، في الاقتصاد كما في الاجتماع، وفي العلم كما في التجارة، وفي الزراعة وهندسة الري كما في التنظيم القانوني والتشريع. وزادت الغزوات الخارجية من فداحة المشهد اليماني، وفاقمها اندلاع الحروب القبلية والاضطرابات الداخلية وظهور بعبع الثأر وانتشار الجريمة وقطع الطريق والسلب والنهب والتخريب. وزاد الطين بلة انتشار زراعة شجرة القاطع على حساب الرقعة الزراعية التي كانت مزدهرة بزراعة المحاصيل وأشجار الخضار والفاكهة والنخيل والحبوب والبن وغيرها. ثم دخل اليمن في حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، ما أدى إلى تدهور اقتصادي وتقهقر معيشي، وحل العوز محل الاكتفاء والشحة محل التخمة، وشهد العلم والتعليم تخلفا واضحا، وزادت نسبة الأمية خصوصا في الريف وفي أوساط النساء، حيث جاوزت نسبتها في تلك المناطق ولدى تلك الفئة 70%. وانتشرت الأمراض والأوبئة المستعصية على العلاج، ثم اندلعت الفتن ذات النزاعات الجهوية والطائفية والمذهبية والتي غذتها عوامل داخلية وخارجية. أساتذة الجامعة يبعثون برسالة إلى طلابهم وفقا لموقع الوحدوي نت، فقد وجهت نقابة تدريس جامعة صنعاء رسالة هامة إلى الطلبة عشية أول أيام الإضراب، وأكدت فيها
أنها تحركت لمواجهة المشكلة القائمة فيما يخص أزمة الرواتب حرصا على العملية التعليمية في الجامعة، حيث التقت بالعديد من المسؤولين ذات العلاقة وقدمت العديد من الدراسات والرؤى الكفيلة بالحلول وضمان استمرار العملية التعليمية. أشارت النقابة أن كل تلك المحاولات تمت مواجهتها بالتسويف والمماطلة، ما اضطرهم إلى التصعيد والإضراب من بداية شهر يناير. وقالت الهيئة الإدارية في رسالتها إلى الطلبة إن أعضاء هيئة التدريس لن يفرطوا بحقوق أبنائهم الطلبة، مشيرين إلى ثقتهم الكبيرة بوعي الطلبة وبصمودهم في هذه الأزمة. وقال أساتذة الجامعة إنه مع استمرار أزمة الرواتب فقد أصبحوا غير قادرين على الانتقال والوصول إلى مقار عملهم في الجامعة، ولا شك أن ما أصاب أساتذتكم أصابكم، فلم يعد بمقدور الكثير منكم الوصول إلى الجامعة. إلى موقع المشاهد نت نقرأ منه: الحوثيون يسطون على 500 مليون ريال من حساب صندوق النشء والشباب في صنعاء. نشر الموقع رسالة قال إنها استقالة تقدم بها المدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء والشباب نظمية عبد السلام عثمان، احتجاجا على قرصنة 500 مليون ريال من القائمين على وزارة المالية وصرف مبالغ مالية لشخصيات واجهات بجهة بحجة دعم وزارة المالية دون الرجوع إلى جهة الاختصاص. وذكرت في رسالة الاستقالة الموجهة إلى وزير الشباب والرياضة في حكومة صنعاء الحوثي حسن زيد، وحصل المشاهد على نسخة منها: القائمون على وزارة المالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين قامت بأخذ مبلغ 500 مليون ريال من البنك المركزي في صنعاء من حساب الصندوق إلى حساب وزارة المالية، وهو مبلغ خاص بالالتزامات القائمة للاتحادات والأندية الشبابية والرياضيين. وقال الموقع إن مديرة الصندوق قالت إنها ستحافظ على ما تبقى من ماء الوجه، وذلك بانسحابها مبكرا كونها واحدة من الرياضيين ومن أبطال اليمن، وأنها لا تستطيع المحافظة على أموال الرياضيين في الوقت الحالي. رجل الخيانات العابرة، تحت هذا العنوان كتب عارف أبو حاتم مقاله المنشور في المصدر أونلاين، متحدثا فيه عن واحدة من الألعاب التي مارسها المخلوع في سبيل تزويد الميليشيا بالقوة والعتاد. وقال الكاتب: في اليوم الأخير من مايو 2007 دوى انفجار في صنعاء، والتفت الناس غربا إلى مخازن الأسلحة في كهوف جبل نقم. وقبل غروب ذلك اليوم كانت قيادات أمنية وعسكرية تطلب من زميل يجلس إلى جواري البحث عن صيغة تلفيقية لغسل تلك الفضيحة في وسائل الإعلام. فنسج الزميل كذبة عن تسرب مياه الأمطار عبر شقوق الكهوف، وأدت إلى احتكاك صواعق القذائف ببعضها ما تسبب بالانفجار. لم يمر ذلك الأسبوع علي هادئا، فقد بحثت بطرق شتى وتوصلت إلى نتيجة مؤكدة، وهي شكوى قيادات عسكرية رفيعة عن تسرب أسلحة إلى يد الحوثيين بصعدة، وأن هناك احتمالين: أحدهما وجود خيانة من ضباط كبار، والثاني أن نجل المخلوع يقف وراء تلك الحادثة بغية إطالة أمد الحرب بين الحوثيين وقوات الفرقة الأولى على أراضي صعدة. فذهب الرئيس صالح بنفسه للتحقق، وحين وجد بعض المخازن غير منتظمة وفيها ما يؤكد خروج كميات من صناديق الأسلحة، وجه بتشكيل لجنة للجرد والتحقيق. وقبل أن يصل بوابة قصر الرئاسة عائدا، كانت الانفجارات تتصاعد من داخل مخازن نقم، ما يعني أحد أمرين: إما أنها متعمدة من أجل تعقيد عمل لجنة الحصر والتحقيق، أو أن ميعاد الانفجار تأخر وكان الهدف هو صالح، وفي الحالتين تم إغلاق ملف تسريب السلاح للحوثيين. موقع الموقع بوست ركز على ما أسماه بوابة الدخول إلى صنعاء، وهو نقيل من غيلان. قال الموقع: إن مسافة قصيرة تفصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عن أحد أهم تحصينات الإنقلابيين شرق العاصمة صنعاء، وبحسب قائد عسكري رفيع في الجيش الوطني فإن قوات الشرعية بدأت على بعد 5 كيلومترات من نقيل بن غيلان الاستراتيجي،
ويصف الموقع بوست اقتراب الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة من نقيل بن غيلان بأنه يمثل مرحلة جديدة من الحرب على الانقلاب، كون هذا الموقع الاستراتيجي يمثل البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، ويتابع الموقع يبعد عن العاصمة صنعاء مسافة تتراوح بين 20 و 30 كيلومتر، ومنه يمكن السيطرة ناريا على مطار صنعاء وكذا أهم المعسكرات الاستراتيجية. بينما كان الطفل في الطريق إلى مدرسته في مديرية وصاب، سمع زملاؤه صوت رصاص قبل أن يروه ممددا على الأرض وقد فارق الحياة، وذلك وفقا لمصدر أونلاين. فقد قتل الطفل ذو 7 سنوات في مديرية وصاب الأسفل في محافظة ذمار جراء تبادل نار بين مسلحين في منطقة الثلوث. وحسب ما أفاد مصدر محلي، فإن مسلحين اشتبكوا بسبب خلاف على ملكية أرض بسوق المنطقة، وأطلقوا النار بشكل عشوائي لإرهاب المدنيين، وأن بعض الأعيرة النارية استهدفت مدرسة عمار بن ياسر. يتابع الموقع، أدى الطلق الناري إلى مقتل طفل في الصف الأول الأساسي، بينما دبت حالة من الخوف والرعب بين زملائه في المدرسة. قبل قراءة الصحافة العربية، نذهب إلى فاصل قصير فابقوا معنا. مرحبا مجددا مشاهدينا، جولة الصحافة العربية تبدأ من صحيفة العربي الجديد، حيث قالت: اليمن حكومة الإنقلابيين مهددة بانتفاضة موظفين. تقول الصحيفة: مع بداية عام جديد في اليمن تستعد العاصمة صنعاء لتطورات من نوع مختلف، إذ من المقرر أن تبدأ احتجاجات تصعيدية للموظفين في بعض المؤسسات الحكومية تنديدا بتأخر صرف رواتبهم منذ أشهر بعد أن فشلت حكومة الإنقلابيين في صنعاء بتسليمها. وأكدت مصادر في العاصمة اليمنية للعرب الجديد أي صنعاء أن خطوات التصعيد ستبدأ من جامعة صنعاء اليوم. وذكرت مصادر في الجامعة للعرب الجديد أن بعض المدرسين باتوا لا يستطيعون توفير أجر انتقالهم إلى الجامعة. تتابع الصحيفة: يعيش الموظفون الحكوميون وخصوصا في المناطق التي يسيطر عليها الإنقلابيون، يعيشون وضعا مأساويا بسبب عدم صرف مستحقاتهم منذ سبتمبر، فيما بعض القطاعات لم يتسلم فيها الموظفون رواتبهم منذ أغسطس، وذلك بعد أن وصل المصرف المركز اليمني إلى مرحلة العجز عن دفع الرواتب. قالت صحيفة الخليج الإماراتية: إنه من المرتقب أن يستأنف المبعوث الأممي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ جهوده لإنعاش المسار السياسي في جهود حلحلة الأزمة اليمنية وإيقاف الحرب المشتعلة في البلاد منذ قرابة عامين. وتبقى لآخر المستجدات، فإن ولد الشيخ سيسلم لطرفي الأزمة خريطة الطريق المعدلة رسميا بالتزامن مع إعداد اللجنة العسكرية المكلفة بتثبيت وقف إطلاق النار في 10 إبريل، لينتقل الطرفان إلى مفاوضات مباشرة. تقول الصحيفة أيضا: وفيما ينتظر الرأي العام اليمني والخارجي بث الحياة في المسار السياسي مجددا، تتصاعد العمليات العسكرية في جبهات القتال والتي تتجه في مجملها لصالح قوات الشرعية اليمنية. كما وصفت الصحيفة الإماراتية تصريحات صالح الأخيرة بأنها موقف صارخ للمخلوع، أبدى فيه رفضا صريحا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهي المرجعيات الأساسية المتفق عليها لحل الأزمة. إلى صحيفة القدس العربي، في أخبارها تابعت تطورات الميدان في اليمن وعنونت: قوات هادي تسيطر على عدة مواقع للحوثيين في صعدة. تنقل الصحيفة ما قاله هادي الوايلي محافظ صعدة وهو المعين من قبل الرئيس هادي: قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حققت انتصارات جديدة في جبهة البقع في المحافظة، وسيطرت على مواقع أم العرض وموقع الدبابات وعلى موقع القيادة. أضاف: قوات الجيش الوطني والمقاومة تتقدم باتجاه موقع المليل في الجبهة نفسها دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وخلال الفترة الأخيرة أعلنت القوات الموالية لهادي سيطرتها على عدة مواقع ومناطق كانت تحت قبضة الحوثيين والقوات الموالية لهم في محافظة صعدة بمساندة كبيرة من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية. عن حرب لابد لها أن تنتهي، كتب مصطفى النعمان مقاله المنشور في موقع التغيير نت موضحا أن تاريخا تغير ولا يمكن العودة أو القفز عليه. إن كل حرب أهلية تنتهي بخسارة الجميع بمن فيهم الذي يعلن انتصاره، لأنه يتحمل أعباء كبيرة معنوية ومادية لا يستطيع القيام بها منفردا، إذ أن آثار الصراع تمتد لعقود طويلة، خصوصا إذا كان الوعي المجتمعي منخفضا والشحن المذهبي مرتفعا خلال مراحلها. والملاحظ في اليمن خلال العامين الماضيين أن كل المخزون التاريخي للصراعات الداخلية القديمة ورواياتها تم استدعاؤه ونفخ الحياة فيه، وسيكون من العسير طي صفحاته بسهولة، وستبقى ضاغطة على الجميع ومهددة لكل المساعي التي تبذل لاستعادة السلم الاجتماعي. الحرب ستقف لأن التاريخ يعلمنا أن كل الصراعات الأهلية الدامية تتوقف عندما يصيب الإنهاك الأطراف الداخلية أو عند قدرة أحدها على فرض شروطه، لكن ما يتغافل عنه الكثير من اليمنيين هو أن وجه البلاد قد تغير، وأن الحديث عن العودة إلى مسارات ما قبل 21 سبتمبر 2014 هو عبث لم يعد البلد يحتمله، وإنما المطلوب البحث في صيغ جديدة مبتكرة تحاكي الواقع وتحافظ على ما بقي من أطلال الدولة. مشاهدينا، قالت صحيفة الحياة اللندنية إن اليمنيين ودعوا عام 2016 بجبهات قتال مشتعلة وأوضاع إنسانية واقتصادية متدهورة. تتابع الصحيفة إن هذا يأتي وسط تضاؤل الفرص أمام التوصل لتسوية سياسية في السنة الجديدة تطوي حصيلة عامين من الصراع الدموي الذي أدى إلى سقوط أكثر من 10,000 قتيل فضلا عن 30,000 جريح. صحيفة دار الأخبار العربية تابعت الأكثر تداولا وعنونت: شفاء مريض من السرطان بعد علاجه بطريقة تعزز جهاز المناعة، حيث كشفت دراسة أمريكية حديثة أن مريضا بسرطان مميت في الدماغ شفي تماما باستخدام طريقة علاجية جديدة تعزز دور جهاز المناعة في مهاجمته للأورام الخبيثة. الدراسة أجراها باحثون في مركز City of Hope لأبحاث السرطان في أمريكا، ونشروا نتائج دراستهم. وأوضح الباحثون أن المريض ذا 50 عاما يعد أول شخص في العالم تطبق عليه طريقة العلاج المناعي الجديدة والتي تسمى التقطير الخليوي لعلاج سرطان مميت في الدماغ انتشرت أورامه نحو العمود الفقري والحبل الشوكي. تتابع الصحيفة: السرطان هو ثاني سبب رئيسي للوفاة حول العالم بعد أمراض القلب والأوعية الدموية. وصحيفة الاتحاد تتابع: عواصم العالم تستقبل العام الجديد بالأغاني والألعاب النارية. شهدت عواصم ومدن عدة على مستوى العالم احتفالات للعام الجديد، وذلك بإطلاق الألعاب النارية، عزف الموسيقى، ترديد الأناشيد. وفي أستراليا حدث ذلك، ونيوزيلندا وتايلاند وأسبانيا. وانطلقت الألعاب النارية لمدة 5 دقائق من برج سكاي تاور في مدينة أوكلاند النيوزيلندية. أما في تايلاند فقد شهدت احتشاد آلاف الأشخاص الذين غنوا بشكل جماعي إحدى أغاني العام الجديد. أما في أستراليا انطلقت أيضا الألعاب النارية بدار الأوبرا وجسر ميناء سيدني. والأمر لم يختلف كثيرا في اليابان، كوريا الجنوبية، سريلانكا، ألمانيا، سنغافورة وماليزيا. عن توقف صدور واحدة من أهم وأقدم الصحف اللبنانية، نشرت صحيفة السفير افتتاحية توديعية، وذلك عن عددها الأخير. وقالت الصحيفة: عندما نعتاد في صباحاتنا ومساءاتنا على أصوات الإرهاب والتفكير بالموت المجاني في مجاهل الحدود والبحور، يصبح تقهقر السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع والصحافة من البديهيات. هذه هي أحوال عالمنا العربي ولبنان، وهذه هي أحوال صحافتنا. كانت الصحافة ولا تزال مرآة المجتمع، ولهذا تحديدا كانت متألقة وصارت تعاني. فالمجتمع ليس بخير، والاقتصاد ليس بخير، والسياسة ليست بخير،
وهذا كله لا يمكن إلا أن ينعكس على الصحافة وينهكها. تعبت السفير لكنها ترفض أن تكون المثال، خصوصا أنها ترى في أفق المهنة بعض النور، إذ لا يعقل أن يبقى الظلام المخيم على المنطقة والبلد جاثما على صدرها وزميلاتها لوقت طويل. في السنوات الأخيرة كان حجم الموت والخراب الذي طرق أبواب معظم الدول العربية هائلة. سوريا ما تزال تنزف بعد مرور نحو 6 سنوات على الحرب. ليبيا لم تستطع لملمة جسدها الممزق. الجرح اليمني ما يزال ينزف. العراق صار يلهث خلف هويته. فيما أم الدنيا لم تعد قادرة على إطعام عيالها، كيف يعيش الإعلام وسط هذه النيران ومما يتغذى؟ لطالما أرق هذا السؤال أهل المهنة طيلة السنوات الماضية، فلبنان ليس جزيرة معزولة كما لم يكن يوما كذلك. لم يكن أحد ليصدق في بداية الأزمة السورية أن الحريق لن يطال لبنان الهش. لامسته النار مرارا، لكن أبناءه الذين خبروا ويلات الحرب رفضوا الانصياع للغة الرصاص وصانوا سلمهم الأهلي بالحد الأدنى من الخسارات. احتفل العالم بقدوم العام الجديد، وقد تم التعبير عن ذلك بصيغ وأشكال مختلفة، أبرزها الأضواء والورود. جولتنا المصورة تنقل جزءا من احتفالات الجماهير في مدنهم وقد وردت في الشرق الأوسط. بهذه المجموعة من الصحف ومن المواقع الإخبارية والصور أترككم في أمان الله وتتابعون سويا كاريكاتير.